اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وترند امم افريقيا. نسخن مع بعض كده، انا عارف ان الجو ساقع شويه لكن نسخن مع بعض كده قبل مباراه مصر والسودان النهارده ان شاء الله الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. الخبر اللي معايا ان النهارده المنتخب الوطني عمل تدريب تنشيطي قبل التوجه للقاء السودان، وكان التدريب ده في مقر اقامه منتخبنا الوطني في العاصمه الكاميرونيه ياوندي، وكان التدريب لمده نص ساعه بمشاركه جميع اللاعبين فيما وصل حمدي الونش واحمد فتوح برنامجهم العلاجي. بالمناسبه عايز اقول لكم ان منتخب مصر موجود في نفس فندق الإقامة مع المنتخب المغربي، وده شيء عامل حالة جيدة جدا ما بين المنتخبين، لدرجة حتى المغرب امبارح بعد ما اتعادلت مع الجابون وتصدرت المجموعة أول ما رجعوا للأوتيل كان في استقبال حافل جدا واستقبال رائع من نجوم منتخبنا الوطني مع النجوم الكرة المغربية، وفي صورة مميزة أكيد برضو لسفيان رحيمي مع نجمنا المصري محمد صلاح. كارلوس كيروش النهاردة في اجتماع مع الجهاز الفني قبل تناول وجبة الغداء، بعدها على طول هيدخل اللاعيبة في راحة حتى موعد التحرك لاستاد أحمدو أهيجو للقاء السودان الساعة 9 بتوقيت القاهرة. طبعا كلنا عارفين المنتخب انتقل إلى ياوندي عشان يلعب المباراة على ملعب أحمدو أهيجو، ده نفس الملعب اللي امبارح المغرب لعبت عليه مباراتها مع المنتخب الجابوني واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. اللاعيبة اللي ما شاركوش في المباراة أو اللي مش هيشاركوا في مباراة النهاردة هيبقى في جزء تدريبي كده على ملعب المباراة بعد نهايته على ملعب أحمدو أهيجو، والبعثة بتنتظر ما تكرره اللجنة المنظمة للبطولة غدا على ضوء النتائج فيما يتعلق بوجهة الفريق في الفترة اللي جاية. طبعا طبقا لترتيبك في المجموعة هتشوف بقى الماتش اللي جاي هيبقى فين. المتعارف عليه طبقا للجدول مصر تكسب السودان النهاردة تبقى في المركز الثاني، هتواجه أول المجموعة الخامسة اللي فيها الجزائر، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، سيراليون. لو الجزائر وكوت ديفوار اتعادلوا مثلا وغينيا الاستوائيه كسبت مصر هتلاعب غينيا الاستوائيه، بس المباراه هتبقى في دوالة مش في ياوندي على ملعب جابوما. الملعب ده اللي عامل ازمه كبيره، الكاف امبارح خد قرارات ولغايه النهارده مش قادر يعلن، لان صامويل ايتو كمان مش متقبل فكره غلق ملعب الفتره الجايه، قال لك لا كل المنتخبات تلعب على كل الملاعب ومش مرحب بفكره نقل مباراه من ملعب الى ملعب اخر. عموما كارلوس كيروش وعمرو السوليه اتكلموا امبارح في المؤتمر الصحفي بخصوص مباراة السودان وقالوا كلام مهم جدا بخصوص هذه المباراة اللي هتتلعب النهاردة الساعة 9. نروح لوقائع المؤتمر الصحفي ثم نرجع ونشوف أخبار المنتخب على السوشيال ميديا. نحن سعيدون جدا، لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريقنا. لسوء الحظ لدينا بعض اللاعبين المصابين خاصة في خط الدفاع، خسرنا 3 لاعبين في خط الدفاع، لكن بقية اللاعبين مستعدون لخوض المباراة ولديهم رغبة كبيرة لحصد النقاط الثلاث. الأهم الآن هو جمع النقاط. مصر كل الناس عارفة قيمة منتخب مصر، احنا كلاعيبة عارفين قيمة تيشيرت منتخب مصر، احنا موجودين في البطولة ان شاء الله عشان نلعب على البطولة لاخر يوم. حلم لينا طبعا كلاعيبة وكمجموعة لاعبين ان احنا مع وجود مدرب اسم كبير في كرة القدم ان احنا نقدر نطلع اقصى حاجة عندنا، ان شاء الله تكون البطولة من نصيبنا، هنحارب عليها بإذن الله، احنا واخدينها خطوة خطوة مباراة مباراة. اهلا بحضراتكم من جديد، وده كان تصريحات مهمه جدا من كارلوس كيروش وايضا عمرو السوليه. كيروش قال نقطه مهمه جدا الناس ممكن تقول ما لهاش علاقه بالمستوى الفني او الاختيارات الفنيه، لا ده اهم من الاختيار الفني، ان الحمد لله منتخبنا الحمد لله كل المساحات اللي بيعملها قبل المباريات الرسميه كلها سلبيه، دي نقطه غايه في الخطوره في ظل اولا صحه اللاعب ده في المقام الاول، لكن كمان الجزء المتعلق بقى بالمباريات الفتره الجايه مش يعني في 3 غيابات عندنا، اصابه اكرم توفيق، اصابه فتوح، اصابه الونش، فالمنتخب اكيد يعني مش في ورطه اي غيابات الفتره اللي جايه. طيب نروح مع بعض ونشوف اخبار المنتخب من خلال السوشيال ميديا وايه الاخبار اللي كانت موجوده في صفحات السوشيال ميديا. اول حاجه معايا حساب في الجول بيقول على ان الفراعنه ان شاء الله هيواجهوا صقور الجديان الليله من اجل ضمان التاهل للدور المقبل وتخطي دور المجموعات. رفاق صلاح امام مواجهه ليست بالسهله في ديربي وادي النيل ضد كتيبه المدرب برهان تيا، فمن سيعبر بقاربه الى بر الامان في المباراه؟ ان شاء الله يكون التوفيق لمنتخبنا ونتاهل الى الدور القادم. نروح كمان معانا ونشوف سبورت 360 المصريه بتقول القيمه السوقيه او التسويقيه لمنتخب مصر بالمقارنه بمنتخب السودان، طبعا في تفوق كاسح لمنتخبنا المصري. منتخب مصر القيمة التسويقية ليه 161 مليون دولار، مليون يورو و 800 ألف، رقم بالتأكيد كبير جدا. واللي بيعلي القيمة التسويقية لمنتخب مصر القيمة التسويقية أيضا لمحمد صلاح، لأن محمد صلاح قيمته لوحدها بتتخطى حوالي 100 مليون يورو. منتخب السودان 2 مليون و9 من عشرة، رقم بالتأكيد ضعيف جدا، لكن خدوا بالكم
الأرقام دي شيء والملعب شيء تاني خالص. شفنا مفاجآت في هذه البطولة، شفنا إزاي قدرت سيراليون تتعادل مع الكوت ديفوار، شفنا غينيا الاستوائية بتكسب الجزائر، شفنا كمان غانا بتخرج من الدور الأول بالخسارة أمام جزر القمر اللي بتشارك لأول مرة في منافسات كأس أمم إفريقيا. ربنا يا رب يبعد عننا المفاجآت والنهاردة منتخبنا يكسب ويتأهل للدور القادم. نروح لحساب يلا كورة وبيتكلموا على تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد السودان. المتوقع زيزو أساسيا في حراسة المرمى الشناوي، خط الظهر أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد، أمامهم النني، عمرو السولية، أحمد سيد، زيزو، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد. التشكيل كويس بس أتمنى أشوف النهاردة عمرو السولية في مركز 8. الفكرة اللي بيعملها كروشدي في وسط الملعب بتبوظ كل الأمور الفنية الخاصة بمشاركة منتخب مصر. يلا كرة بيتكلموا على تاريخ مواجهات مصر والسودان، هل يستمر التفوق المصري؟ مصر والسودان لعبوا مع بعض 20 مباراة. طيب، مصر كسبت 15، السودان كسبت مباراتين، اتعادلوا 3 مرات، مصر أحرزت 50 هدف والسودان أحرزت 18 هدف. طبعا برضو الأرقام في صالح منتخبنا الوطني. نروح لحساب في الجول بيتكلموا على لقاء يتجدد بعد 14 عام بين الفراعنة وصقور الجديان في بطولة القارة السمراء. تعرف على تاريخ مواجهات مصر والسودان في أمم إفريقيا. آخر مواجهة ما بين المنتخبين كانت في أنجولا، كانت في غانا 2008، كانت في غانا 2008 ومصر كسبت بهدفين، وكان دي آخر مواجهة ما بين الفرقتين في كأس الأمم. النهاردة بيتجدد اللقاء بعد 14 سنة من يناير 2008 ليناير 2022. لعبوا مع بعض 5 مباريات، مصر كسبت 3 مباريات، السودان كسبت مباراة واحدة، والفرقتين اتعادلوا مرة واحدة. نروح كمان لحساب اليوم السابع بيتكلموا على كروش للاعبين. ايه اللي بيقوله كروش للاعبين؟ بيقول لهم ركزوا في مباراة السودان وانسوا مجموعة الجزائر، يعني ما نصح ركز في مباراة النهاردة واكسب عشان تتأهل للخطوة اللي جاية، وكل حادث حديث. نروح كمان لحساب ليفربول بيتكلموا على محمد صلاح على تويتر، وبيتمنوا كل التوفيق لمحمد صلاح مباراة اليوم في الجروب أو المجموعة الرابعة. إن شاء الله يكون المنتخب جاهز ومحمد صلاح جاهز النهاردة في مواجهة السودان، وحاطين على حسابهم الرسمي توقيت المباراة ومعاد المباراة النهاردة الساعة 7 بتوقيت جرينتش، يعني الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. نروح لحساب أستون فيلا وبيتكلموا على محمود حسن تريزيجيه، كل الأمنيات بالتوفيق للاعبنا تريزيجيه مع منتخب مصر في مهمته أمام السودان الليلة بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا. كل التوفيق لتريزيجيه وكل التوفيق لمنتخبنا النهارده. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض والفقرة الأخيرة من برنامج الترند.